تحية نضالية لجميع الأصدقاء شكرا على هذا الحضور كنتمنى منا يكون الجميع بخير وعلى خير إذا كما العادة اللي دخل يعاوننا بال 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 باللايك والبارتاج راه بعض الأصدقاء كيشيروا ليا كيقولوا لي ما كيوصلهم شيء اللايف من اللي كنديرو وكيتوصلوا به حتى لغدي ليه عندنا كما قلت مرارا عندنا مشكل مع هذه القناه لهذا كان طلب منكم باش تعاونونا بالتبليغ المواضيع اليوم متعدده و غادي نحاولوا على قدر المستطاع باش ما نطولوش في نفس الوقت نحاولوا نطرقوا لجميع الجوانب شكرا شكرا كنظن الصوت راه مزيان <applause> اذا كما درت في العنوان عباده الصوره راكم شتو الصوره ديال بعد عباده الشخص ولينا دابا في عباده الصوره يعني غياب غياب الملك الفراغ هو ماشي يعني عاد اليوم غايب هو ديما غايب ولكن اليوم تقريبا قضيه الموسى بواحد الشكل يعني ملحوظ بزاف ولا خرجوا لينا بواحد شي عياشه خرجوا لينا حازين داك الكادر ديالو وكاتبين فيه راني كنت نشرت ديك الصوره على الصفحه ديالي الفيسبوك وفي اليوتيوب اللي شافها اللي متبعه من الاصدقاء من الاصدقاء راه غادي يكون لاحظها أه قال لك سيدي مالكهم بخير وعلى خير وصحه جيده المهم ولينا في السيناريو السيناريو ديال بوتفليقة تماما كانوا كيعيبوا على بوتفليقة احنا دابا غاديين في الطريق ديالو وهذا في نظري بداية النهاية يعني لا يعني وصلنا وصلنا القمة ديال المهزلة كنقول لكم انا الانظمة دي هاد النظام دار كارثة كارثة مازال الجزائريين حيدوا عليهم الدل خرجوا خرجوا بملايين كبار وصغار وراكم شتو النظام وطيحوا داك العصابة على الاقل حيدوا عليهم داك الدل اللي كانوا فيه وحنا حنا مازالين فيه حنا هاد الناس ديالنا ما عرفناش شنو كيتسناو يعني كل شيء كل شيء اليوم اليوم معروف كل شيء معروف كل شيء يعني كلشي في خبر هو براسو كان كي هو براسو كيخرج كيقول كي لكم مخابرات ديالو كيخبركم كي كلشي اللي عليه الحياه الشخصيه ديالو الميولات الجنسيه ديالو الاموال اللي كيهرب يعني كلشي يعني ما نقدروش نلوموهم نقولوا دي ما كاش في راسنا اليوم كلشي في راسكم في راسنا جميع اذا كتبقى هنايا المسؤوليه ديال الشعب الشعب هو اللي ما باغيش يضحي وكما قلت مرارا كيتسنى شي واحد اخر يجي يحررو ولا ما نعرف شنو انا ما كنفهمش و... والغريب في الامر احنا كنهضروا على هذا هذا غير تفصيل هذا غير ديتاي يعني كيقولوا كي شيء لا اهميه له الملك واش كاين ولا ما كاينش واش حاضر المشكل انا راه كنقول راه البلاد عباد الله رب بهذه اللغه غادي نخلوها البلاد راه مشات البلاد راه راه ماشي المشكل ديال الملك ولا المشكل ديال ديال اخ نوش ولا صافي البنات تبعت وخارج واحد من ابواق المخزن كيسب فينا وكيعيرنا راكم شتو كيرد داير راسو ما عرفناه هو الصحفي ولا ناطق باسم الحكومه ولا وكيل ديال القصر كيسبنا على ديك الصوره اللي درناها وعلى داك التصور اللي كان نرسموه وداك بطبيعه الحال هذاك راه كيقصدني انا بدون شك هو السيد هذا كان كنقدروا المعاناه ديالو في السجن وكنقدروا وجوده تما ولكن كما قلت انا في نظري انا انسان الا ما قدرش يقول كلمه الحق ما يبقاش يخرج يهضر في كين بالزاف كاين بزاف ديال الوسائل باش يربح الانسان الحال قوت اليومي ديالو بدون ما بدون ما يكرس الفساد والظلم وغلط الناس وهذا الشيء اللي كنت كنقول انا من هذه السنين وشي وحدين خرجوا ليا دوك دياله دوك الاتباع ديالو اللي بما فيهم هذوك اللي كيدعوا الثقافه والتقدميه وداك خرجوا لينا قال لا وما تطلبوش أكثر منه هو داك السيد كيعيش في المغرب وانتم ما خصكمش طاكي واع وهذا شي هضره بحال هكا هذا الاسلوب يا ودي الا ما يقدرش يقول الحقيقه الا ما يقدرش يزاول المهنه ديالو كصحفي لانه ما كيدير الصحافه دابا هذا دا ده بوق ديال المخزن ماشي الصحافه الصحابه الصحافه وهي انك تنقل المعلومه وتلتزم واحد الحياز واحد احترافيه وما تعطيش يعني كما نقولوا الشخصنة الحدات وتربطوا اي حدث تربطوا بال بالمعاناه ديالك في الحبس او مره مره تجبدك ما هذا كيولي نضال ويا وحب ويا ريت تكون كان غير نضال شريف بل كيكون كيولي نضال يعني من اجل النظام وهذا الشيء راه كنت كنوضحو انا مش شحال هادي وانا الوحيد اللي نزلوا عليا الناس كاملين لا ما كنتي شيء هذا هو شي وحدين كاع مشاو وخلى لا ادى الضريبه ديالو اي غير دخل الحبس صافي نعطيو حنايا كارت بلونش صافي اللي دخل الحبس صافي راه عنده عنده الصلاحيه باش يقول اللي بغا وعنده الصلاحيه باش يسبنا حنا وعنده الصلاحيه باش ي... باش يدافع على النظام في هذه الحاله هادي ما ما, ما عندها حتى شي معنى المهم هاد المشكل ديالنا كما كنقول ديما انايا في العقليات كلها كيفاش كيفسر المسائل وللاسف ان هذا هد البوق هذا عنده عنده مع ذلك عنده الحق في في اشياء انا ماشي غادي نزل عليه غادي نسبو ولا سبلي والدي بحال اللي داروا هذوك العناصر اللي كانوا كيدافعوا عليه تا ولاو كيسبوا ليه الوالدين ديالو وداكشي يعني من, من 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 تطرف الى اخر يعني اما غادي ندافعوا على واحد الشخص اما نتقلبوا عليه 160 ما, ما هاد الناس هادو هاد الناس عندهم ما عندهمش ما عندهمش واحد لا لوجيك يعني المنطق المنطق في الخط ديالهم في الاناليز في التحليل ديالهم في كل شيء اما غادي يخرج لك على اليسار ولا على اليمين يعني ما تعرفوش ما تعرفوش الالتزام وهذا علاش هاد الناس دورهم بعيدين على النضال وبعيدين على السياسة وبعيدين انا كقول انا كقول ماشي كقول سياسي أنا غير انسان انا اولا التكوين ديالي وهو فنان فنان ولكن كان هذا ما كيمنعنيش باش نعبر على المسائل ديالي كما كنشوفها انا بمنظور الخاص ديالي وراه كنعبر عليها بالكاريكاتيرات المسائل اللي راكم كتشوفوها ولا هاد الناس ما كيدوقوش لديك المسائل اولا ما نعرف كيحتقروها كي ولا كيقزموا المهم الدليل ان عندها فعاليه هي دفعات بوق من النظام وده ما كيخرجش غير هكا السيدة راه السيد راه كيصيفطو راه للتعليمات باش كيخرج هو الفتره بالضبط لان حسوا بديك القضيه ديال الصوره عندها واحد الوزن ان السيد غايب ما كين شيء وكيحاولوا يطمئنوا يطمئنوا الناس بهذيك الخرافات ان الملكه انسان والملك كيمرض والملك بحال إحنا حنا ما كنعرفوش بلي هو راه انسان ولكن حنا كان كيسحبنا اله عاد هو غادي يقول لنا راه انسان ولكن مع ذلك كما قلت انا هذا السيد هذا عنده عنده واحد عنده الصح في واحد المساله وهو انه فعلا كاينه شي عناصر كانت خارجه هنايا من دسه عن قصد او بدون قصد انا ما كان خون شيء ولكن هاد الناس هذا انا كنظن غير الجهل ديالهم الجهل ديالهم كيخليهم يخليهم يعني يتصرفوا شي تصرفات اللي هي كتخدم النظام على اش على افضل وجه على احسن من والو قال هذا البوق المخزن قال مرارا خليك مره مره كيسفلتو شي كلمات كتخونو ولكن داك الشيء علاش هو كينافق والنظام راه كيعرفوا كينافقوا مادام انه كيقول واحد المره كيقول لك الم... هو ما غاديش يقول الملكيه غادي يقول لك الفساد كيقول هاد الناس الله يكثر منهم يعني اشبال المناضلين الفاسدين الساقطين الله يكثر منهم وفعلا راهو ما كثير كثير للاسف وملي كيحلو فمهم راه كيشوهوا الجمهوريه وكيشوهوا المعارضه وهذا الشيء راه عاد هضرت عليه في الفيديو السابق ومراب مباشره وداك الفيديو هذاك خرج هذا كي ركز على هذيك النقاط هذيك ان معارضه الكلمات اللي استعمل ديال الدناءه والحقاره والوسخ وشي اشياء عبارات خرين خدم هاد العبارات ما كيستعملهمش ملي كيكون كي كي يتخالف في الراي مع شي رئيس حزب ولا شي وزير ولا شي حاجه ولو انه مع عنده ثوابت ان عليه انه سارق علي ولا مهرب ولا الفلوس ومع ذلك من ملي كيخرج شي وزيره كتنتقدو كيقول لي لا انت يا مدام انك الا ما بغيتيش اللي, اللي ينتقدك حيد انسحبي من الحياه العموميه وانت 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 انسان عمومي وانت كتخدم خص ضروري ينتقدوك وهو لا هو ملي كتبغي تنتقدو هذاك هذيك لا ما كيقبلهاش هذيك المساله هذيك كيقول لك انا صحفي انا صحفي لا انت ماشي صحفي انت كت انت بوق ديال المخزن انت كدافع على النظام النظام كيعيش واحد المغاربه كيعيشوا واحد الازمه خانقه ما عمرهم عاشوها في التاريخ وانت كتجي كتقول لنا هذاك رمز ديال 40 مليون هذاك ماشي رمز ديال كاين 40 مليون مليار ولا 40 مليون ما نعرف شنو مليون اورو ولا ما عرفش شحال ولكن ماشي رمز ديال المغاربه المغاربه بريئين من هذاك الشخص هذاك وكيعبروا عليها نهار على نهار وعام على عام كي كيبان السخط ديالهم على الملكيه وهذا الشيء بغيتوا ولا ما بغيتوش الناس راه غاديين في الاتجاه ديال الجمهوريه لان الجمهوريه هي هي الحل الوحيد وغادي تكون غير بدايه ماشي غايه في حد ذاتها تكون بدايه احنا كنقولوا ديما هذيك انا كنت كن ديما كنقول هذيك الجمهوريه ديال بوتفليقه اللي كانت وراه احسن منا حنايا ب 1000 درجه اخذ اي جمهوريه اي دوله متخلفه في افريقيا احنا هما احنا هما في الظل احنا في اسفل سافلين الكرامه ما عندناش دي في هذيك البلاد والمغرب والمغاربه هما شعب الله المهان يجب يجب تكرير هذه ال... العبارات هذا باش تدخل في الحسبان ديال الناس ويعرفوا انهم راهم ما راهم وهذه وهذه احصائيات دوليه ماشي غير هضره من فراغ لان انا عشت هنا في اوروبا وعشت بزاف البلدان وكنت كنسمع من الناس هنا كيحتقرونا مزيان المهم ما نطولوش في المساله هو السيد كما قلت لكم خرج كيدافع على هذا على الصوره لان اليوم اصبحت عندنا غير صوره ما بقاش عندنا شخص وكان داك, داك, داك الحاكم هذاك بداك الاموال ديالو والقصور ديالو والمؤسسات والجيش والبوليس والامن وكل شيء هو محتاج ليك انت مزلوط جاي من, من 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 حي كادح والكادح الكادح انت هو اللي غادي تدافع عليه نتا هو اللي غادي شوف التملق وخرج غير في واحد الفيديو هادي الاخره هادي كي عنده فيها خلاف مع شي صحفي اخر وقع له شي نقاش وكيقول له انت كترتزق من اليوتيوب و هو كيقول اللهم اليوتيوب ولا 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 التملق وشنو كدير هذا ماشي تملق هذا واش انت يا شوف الـ شوف الاهانه اللي مرسوا عليك دخلوك 3 سنين بالحبس بتهمه انك غدخل غد دبابه وما هذه هاد المساله هذه هذه راه ما كاينه دوله هذه هذه اكبر اهانه داكشي علاش انا ديما كنقول الملكيه هي اهانه للبشريه جمعاء علاش؟ وانت خير مثل في الموضوع هذا بالمناسبه ما كاينش ما كاينش على وجه الكره الارضيه شي انسان دخل وحنا كنتضامنوا معاك في هذه الماساه وداك الشيء علاش حنا رسمنا داك الكاريكاتير ديال الطوبة واللي ما فهمتيهاش ويصحاب حنا كنتفلاو في عليك ولا كان صخروا منك ولا شي حاجة ولكن هي كتعكس الواقع الواقع المرير اللي اللي اللي, اللي انت انت وصفتي المأساة ديالك في الفيديو حنا رسمناها جسدناها تو وما كاين حتى شي عداوه بيننا وبينك حنا كنتمنوا الشعب يتحرر وكانت وكان كنقدروا الظروف ديال كل واحد اللي كيعيش تما ولكن باش تمشي بك الوقاحه حتى لا الدرجه وتجي تضحك على المغاربه وتقول لنا الكلمات الدنيئه والحقاره وشكون هو الحقير واش هو اللي كيعيش في, في, في سبعين قصر وكيعيش وكيهرب الاموال ديال الشعب وشعب كيموت بالجوع وكيموت بالمرض وكيموت وراه وضرب الناس ب بقرون ديال السجون وكيف في عز الازمه ديال كورونا كيشري قصر هو لا غد ليه في باريس شكون هو الحقير هو شكون هو الدني شكون هو الخسيس شكون هو اللئيم حنا هاد المصطلحات نبقاو غاديين فيها بلا بلا قياس شكون هو اللي عذب الناس شكون هو اللي اغتصب الناس في السجون علاش ما كتخرجش تهضر على هاد هذا وانت خير مثال خير مثال علاش ما كتهضرش لينا كونك صحافي علاش ما كتهضرش لينا على بنما والتهريب ديال الاموال ما عمرك هضرتي عليهم علاش ما تهضرش على س... على الزوجه ديالو اللي غبرات ما عرفناها لا من الناس اللي ماتوا ولا اللي من الاحياء هذه ما كاينه حتى فشي بلاد اميره كتغبر بهذا الشكل هذا وما كيهضر عليها حتى شي واحد بحال ما عمرها كانت ماشي حنا كان كندافعوا عليها ولا شي حاجه هي تستاهل داك القدر اللي المصير ديالها لانها حتى هي كانت طاغيه وكانت كتركع الناس يبوسوا ليها يديها ودخلات لتما وفرعنات ونسات الوسط ديالها منين جات ولكن الدنيا دواره الدنيا كدور الانسان ما خصوش يتخا وهاد الشخص ها هو مثلا بجميع الاموال بجميع الثروات بكل شيء ها ما كتشوفوا التعاسه التعاسه ماشي هي اللي كنعيشوا فيها حنا التعاسه راه كيعيش فيها الشعب المغربي كامل وبالاخص هذيك الملكيه هذيك التعاسه ديالهم رغم القصور رغم الاموال دوك الناس اللي ما يقدروش يعيشوا بلا مخدرات <applause> والاسرار ديال القصر داك الشخصيه والحياه الشخصيه راه تنعرفوها وانت ما غاديش تخرج تهضر لينا مثلا علاقته بداك الزعيتر اللي جا كيستولي على الاراضي ديال عباد الله الاراضي ديال الملك العام والشواطئ هذيك ما غاديش تقدر تهضر عليها باش ما باش من صفا يدخل لنا الصاع عليك تمايا يولي حاكمين ومستولي على قصر من القصور ديال الشعب هذوك قصور ديال الشعب هذوك المهم الحديث طويل ولكن هذا غير كنت بغيت ن... كان اهم من هذا الشيء الا سمحتوا لي غادي نبين واحد الفيديو لحقاش خصو يتشاف غادي نبين مقطع منه دقيقه كنخدموا بوسائل حنايا غير في كنت كان هكا شويه ديال الفيديو طحت على واحد ل... ال... كتعقلوا الجميع كنت كنعمل واحد الاغنيه ديما ديال حسين السلاوي ما بغيتش نعملها اليوم كما دخل لنا كتعرفوا عندها علاقه كبيره بهذا الشيء حسين السلاوي اللي كان اللي ما كيعرفوش راه هذاك فنان ثائر كان كيغني في واحد الأغنية على دخلت أمريكا للبلاد ونسى علينا جارو فرقوا العزيزات الكبار مهم كلمة راه في راس الناس اليوم نفس الأحداث وهذه الأغنية كان في ربعي نفس, نفس الأحداث كتكرر لهذا غنبي لكم هاد الفيديو هذا باش تشوفوه الكره الكورال بيبون الاغاني المهم غادي يبقى معاهم غادي ندوزو معاهم العشيه مع, مع الاطفال كتعرفوا هاد المناورات العسكريه بين المغرب وامريكا جد مهمه لينا حنايا استراتيجيا عسكريا جميع المجالات اللي بغينا وعد وصل باش ما نطولش عليكم راكم شو هذا المقطع هذا واحد الشخص كيتحرك كي هكايا داخل المغرب و فيديوهات هادو من الناس بحال هذا الشكل ديال المهداوي اللي كيحاول يبانوا لينا بداك الشكل ديال النضال وبينوا لينا المزايا ديال النظام كيهضر لينا على ال... نعم تماما ما بغيتش نزبد الاسم ديالو بغي يهضر لينا على ال... هذاك المهرجين اللي شتيهم كيضحكوا تما بحال يعني داك الحاله هذيك هي اللي ما نشوف فيها المغربي انايا يعني بداك الشكل ديال بحال القرد كينخرجوا المغربي كنردو كي منه قرد قرد ديال جامع الفنا امريكان جاوا للبلاد جاوا يديروا مناورات عسكريه خصكم تعرفوا هاد المناورات راه انطلقت من 2004 وحنا عندنا ديك البلاد اللي بغى راكم عرفتو اللي بغى يدير تريني واللي بغى يتيري واللي بغى يتيري بشكل اخر لأ راكم عرفتوا بلا ما نجبدوا المسائل كيجي لتمايا واللي بغى يغتصب شي طفل يجي لتما واللي بغى المهم بورديل بورديل سمحوا لي على العباره هذه هي ال هذه هي هذه هي, ال هي ال الكلمه يعني بورديل يعني مأساة وهذا المشكلة علاش حنا غنبقاو هادو دابا دوك الجنود اللي 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 كيبينوهم جايين معرفتش واش لاحظتو هز القفف راه جايبين القفف باش يعطيوهم للأطفال وغيدخل داخل داخلين تما لواحد المركب قالك سميتو فيلاج دونفون وكينقلو شوية على هادو يعني قرية الأطفال هكايا اللي كيكونو فيها هداك من طبيعة الحال دوك الأبناء اليتامى وداكشي والله اللي عالم شنو كيتمارس على دوك الاطفال من اغتصاب ومصيبه كحله وصافي وهادو جايبين جايبين ليهم عاوتاني القفه 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 لا هذاك العام الاخر راكم شفتو كنا شفنا اليهود جاو عطاو القفه في الكنيسه اليوم كاين ميريكان جايين حتى هما بالقفف يعني غير اللي غير اللي طاح من السقف حيت هاد امريكا عاد عاد طاحت من السقف ماشي شي حاجه قديمه راكم كتعرفوا التاريخ تاع امريكا عندها 200 عام ماشي ماشي كثر ولا 300 عام شكون اللي والغريب في الامر اول دوله اعترفت بها هي الزريبه باش تعرفوا القوة دا راه مهنه ممارسه هذاك الشيء اللي هما كيقول لكم هما عندها قرون الملكيه عندها قرون اكبر اقدم كيف كي... 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 تخرو ب... ب... بالز... ب... ب... بالوقت يعني ب... عندها قديمه وعندها لو بلي فيو ميتي دو موند اشناهو هو الدعاره اقدم اقدم مهنه على وجه الارض هي الدعاره معروفه في العالم اذا الدعاره والقوادة هذه راه معروفه هذه بس باش معروفين هما هما اول اول نظام اعترف بهاد الناس هادو واليوم هما اللي تيجيو تيصدقوا علينا حنايا وكاننا حنا تنسعاو وكاننا نحنا يعني ما عندنا شائل الثروات ديالنا ما عندنا خيرات الخيرات ديالنا يعني حنايا غير مدين يدينا لا في الداخل ولا في الخارج من اللي كنجيو هنايا لاوروبا راكم عارفين كيقول كي لك اش جاي جاي تاكل جاي تاكلوا لينا رزقنا جاي ديو لينا الخدمه ديالنا ومع ذلك راه هم المهاجرين هما اللي كيبنيو كي الاقتصاد وكيبنيو راكم عارفين كل شيء بلا ما ندخلو في التفاصيل اي باش نبقاو هنا في هذا وهذو كيجيو كينقول لكم انا كيجيو ترينيو تمايا ماشي غير امريكان كاع الغرب كامل كيجي تريني تما وداك الجنود ديالنا راكم كتعرفوا كيشحروا لهم البرادات ولا كانوا نساء راه كتعرفوا كيديروا معاهم كل شيء واضح كل شيء واضح ولكن بزاف الناس ما كيشوفوش هذا الشيء هذا ما كيشوفوش ما, كيبان لان هاد الابواق دابا هذا كيفتخر بهذا الشيء هذا هذا راه كيقول لا كيفتخر هاد الناس مصور مع واحد لل... مع واحد المريكاني تما وشوف الاهانه كان كيقول المهدي المنجره واحد المقوله كان كتب واحد الكتاب الناس اللي متبعين وراه كيعرفوها ديال الاهانه قال لك اكبر اهانه هو كان كيقول هذاك السيد هي الانسان يهين راسه بيده القمه ديال الاهانه هي هذه ملي حنا كنوليو نهينو راسنا بيدنا يعني بحال هذاك اللي دخلوا الحبس على, على على دبابه ومازال كي يعني قبل بالاهانه قبل بالاهانه وماشي غير قبل بالاهانه ولا تصاب حتى بداك المرض ديال اللي كيقولوا له متلازمه ستوكهولم وراه دابا عنده متلازمه خنيشات ولا ما نعرف هذيك بلاصه منين جاي هو هذا هو المشكل اللي ولا عندنا عند هذاك الشعب طال المده في الاهانه حتى ولا ما بقاش باغي له عاديه انا كنعاود لكم بهذا الشكل هذا وفي نفس الوقت مش قصص شهرين حبس كنت دوز واحد الشهرين ديال الحبس كنت هضرت لكم عليها لان كانوا داروا لي داك المؤامره والدوليه الملك ديالي ولحوني في السجن دا عند الضروره باش نستشهد بهذه المساله لقيت شي ناس تما المساجد ما كيحلموش دوك اللي قدام اللي كيدوزوا واحد الفتره فوق خمس سنين ولا ما كيحلموش باش يخرجوا من تمايا كيحلموا باش يمشيوا لواحد الكارتي واحد الحي واحد اخر هما احياء تمايا وباش تعرف العنصرية كاينه حتى تما هادوك ولاد الفقراء كيديهم شي احياء حي الدل وحي حي دال حي على الفاضي راه كتعرفوا واش تيط... واللي هما المجرمين ديال بصح اللي ضاربين الخزينه ومفقرين الشعب وهذوك تيدخلوهم دوك حي الف فيه الماكله احسن من الاخر فيه المبيت في المهم افضل وهاد الناس هادو هاد المساجين هادو تيحلموا باش يدوزوا لذاك الحي الحي الاخر ما تي... ما تيحلمش ما الحلم ديالو تيولي تيولي تمن الحلم الحلم اللي ما عندوش عادة حدود هاد الناس الحدود ديالهم بغيدي يعني ما غاديش نلقى الكلمة بالعربية قصوا لهم الأجنحة ديال الحلم ما بقاوش هاد الناس كيحلموا حتى بالحرية وهذا هو المشكل اللي ولا عندنا ودابا احيانا كتبقى تقول واحد الاحباط هذا كيفاش غنديروا نهضروا كيفاش غنوصلوا الفكره ولكن ضروري نكملوا ضروري نكملوا باش باش باش, باش هاد المسائل تروج وراه عندنا مشكل باش نوصلوا الكلام ديالنا راكم كتشوفوا الحضر اللي عندنا على هاد القناه من 2011 يلا فيها الف مشترك وماشي ما الناس ما كيدخلوش الناس كيدخلو كيتسجلوا كينخرطوا ولكن كي هاد هذا مشكله واش نرجعوا لهاد القضيه ديال المناورات العسكريه المغرب كذلك داك النواحي ديال الجنوب راكم عارفين هذيك المنطقه اللي كينبت فيها اللوز بزاف جيت قلعه مكونه ودوك النواحي كلها تما كاين كيمشيو كيديروا السينما راكم كتعرفوا هوليوود كيمشيو يديروا تما علاش لان احنا عندنا بنادم رخيص ما يقدرش يمشي وشي بلاد اخرى ما يقدرش يمشي مثلا للجزائر مثل تما داك تورني وداك الافلام وانا كنت كنشوف دوك الافلام هكا كنشوف داك الوجوه ديال البؤساء المغاربه في دوك لي فيغورون كيديروا لهم غير لي فيغورون كيجمعوهم بداك الشكل مهين وكيجريو فشي شي صحراء ولا داك داك الصوار هذاك والله الا تيخلصهم تاع الفلوس ولا كيمشيو يعني المغربي ما عنده حتى قيمه عباد الله هادشي اللي بغيت نقول لكم المغربي ما عنده حتى قيمه وكنحسو بالحقره حنا ملي كنشوفوهم هكاك على الشاشه ملي كنا كان كنشوفو داك كنعرفو الفيلم هو راه داير على إيه على العراق ولا داير على ما نعرف علاش ولكن ولا اي اي سيناريو غيجيو يديروه لك المغاربه تما كيبانوا لك ديك الديور واخا هما يزوميو شويه ويماكييو وي ويترافيكيو وي ليماج ولكن كتبقى اللي ولد البلاد راه كيروبيري داك هادوك التفاصيل وكيعرف البلاد هذه هي البلاد اللي ما عندهاش السياده وكيجيو كيهضروا لك على السياده وكيجيو كيهضروا لك على الشرف وكيهضروا لك على الليل. الرداء والاوساخ وشوف 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 شكون شكون رد المغاربي احقر انسان على وجه الارض ماشي هذا النظام العميل عدو ديال المغاربه شكون شكون هذا النظام اللي مفقر الناس شكون هذا النظام اللي واش مجو... كاين شي واش كاين شي اكثر من هذه الحاله اللي احنا فيها ومع ذلك كيخرج بحال هاد الـ هاد الـ الفينومين هذا وكيدافع على الجلاد ديالو بواحد الشكل يعني غريب وكيجي كيقول لك هادو المعارضة مسخين ودا واش هادو هما اللي غادي يجيو يحكمونا وهاد القضية كيقولوها بزاف الناس كيقول لك إلا كانوا هما الجمهوريين حنا سيدي نبقاو مع الملكية حسن لينا أولا هادو ماشي الجمهوريين هما الجمهورية هادو كيمثلو غير روسهم وأنا معاهم كنمثل غير غير راسي هي حنا ناس مظلومين وكنعبروا بالطرق ديالنا على حسب المستويات ديالنا وإلا كانوا دوك الناس ما عندهمش المصطلحات اللائقة أو السلوك اللائق راه نتوما المسؤولين الاولين على داك السياسه ديال التعليم كما قلت في الفيديو الاخر الفاشله هادو ضحايا الهدر المدرسي هذه هي اللومه خصنا نرجعوها ليكم نتوما شكون اللي ما, ما قرش هاد الناس شكون يجعلهم يكونوا في ذيك الحالة بما فيه المثقفين بما فيه الذين يدعون الثقافة والديبلومات والافاك وكل شيء ملي كتقلب وتبدا تتفوين ملي كتبدا تبحث في, 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 الدماغ كتلقى الكبت والتخلف مع الشيشلو في الدماغ والمشكل حنا نقدروا نقولوا عندنا تما هي البروغرام او المقررات عقيمه وهذا ولكن راه الناس كتعيش مده هي في الخارج هذا هو المشكل ان الجهل مركب والتخلف مركب ولو انهم كيجيو هنا ونرى راه كنتابعهم راهم هنا وكيدعيو منهم النضال ووصلين لواحد السن معينه ومع ذلك باقي نهزم كاينين فيهم كاع اللي باقي ملكيين وباقي كيدافعوا على كيخرجوا لنا في قنوات لنا لينا على الملكيه وباغيين يديروا برلمان هنا في الهجره وما عارفينش بلي البلاد راه مشات البلاد مشات تبعت سي فيني اش لغه بغينا نقولوها لكم مؤخرا هذيك الكوارث اللي وقعت على الحدود مع مليليا بزاف د الناس ما كيعرفوش راني شرتها في واحد التدوينه ان الناتو يعني الحلف الاطلسي ضاف مؤخرا بوند من البنود ديالو القانونات شي منشور انا نقرا عليكم ان اي هجوم كاسح ديال المهاجرين على دوله من الدول ديال العضو عضو من الاعضاء ديال الحلف يعتبر هجوم 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 يعني بحال داكشي اللي وقع مؤخرا ديال الافارقه هذاك راه تعتبر هجوم وملي كيقولوا هجوم يعني راه كتعرفوا كيفاش غيواجهوه وهذيك السبته والمليليا جزء لا يتجزا من اسبانيا اللي هي عضو في الحلف الاطلسي وهذه قال رئيس الوزراء الاسباني فصل فوسط القصر عند المفترس تحداه تما في وسط الاقصر القصر ديالو نهار عطاه الحريره يشربها تما ملي فرمدان رمضان ولا ما داكشي اذا هادوك العياشه اللي باقين كيهضروا لينا على سبته ومليليه وصحراء مغربيه وجوج زعفريه و... خصكم تعرفوا راه المغرب وراه ماشي ديالكم راه ما كان ديالكم هادشي اللي بغينا نقولو حنايا وما بغيتوش تفهموها عاد لا بغيتو الصحراء ورا المغرب اللي كتعيشوا فيه راه تباع الناس دخلوا الناس السارو تباع السيد راه مشى ما بقاش موجود ولا عندنا غير الكادر اش لغه بغيتو نقولوها لكم هذيك سبته ومليليا سي تيرميني ما عمرها غادي ترجع ومع ذلك وكيمشيو هاد هاد العياشه هادو كيمشيو لتما وكيدخلوا وراكم عارفين غنقرا عليكم واحد المقال المعاناه اللي كيعانيوها دابا هادوك اللي دخلوا في المهاجرين قالك سيدي اقراو عليكم بحال اللي كيقراو شي ناس المئات من المغاربه مغاربه العالم يتخلون عن سيارتهم في سبتاوي ينضمون في مسير مسيره احتجاجيه صافي ينضمون في مسيره احتجاجيه الى معبر تاراخال بسبب شل شلل عمليه العبور شوف التنظيم كي داير ديال ديال العبور العمليه الناس كيتسناو تما ساعات كيتحرقوا تحت الشمس وفي لو ولاو غاديين على رجليهم الصور هذا مقال قال نحاولوا نشوفوا هي الصوره على اللي شفتوها الناس غاديين على رجليهم والمركبه تبان واضحه قال لك معاناة أفراد الجالية داخل المرائد سبتة يعني هاد الناس هادو كيعانيو العام العام كامل مع الغربة ومع عدم اللي كيبغي يمشي يشوف راكم كتشوف اشنو كيعني كي هادشي كيعني حاجة وحدة وما بغاوش يفهموا هاد الناس انهم ايسون با لي بيانفيني بغاو يقولوا ما تبقاوش تدخلوا وغادي يبداو يديرو لكم جميع راكم كتشوفوا المشاكل ديال كورونا الترونسبور ما كاينش التلقيح العراقيل العراقيل راه موجوده ولكن بغاو يزيدوا عليها هاد المساله هادي باش يكرهوا الناس يكرهوا الناس في في الـ في البلاد ديالهم هذا هو هذا الشيء اللي بغاو يديروا وهذه مساله واضحه يعني باش يتكرر الانسان ما بقاش يدخل للبلاد ديالو يعني هذه اما الناس اللي كتشري اللي كتشري يعني الممتلكات والسطو على العقارات وهذيك مساله راهم بادين فيها مش شحال هذه الناس داروا غير تحويل مبالغ ماليه للمغرب ما لقاوش ما لقاوهاش بلا ما يبني لا دار ولا ما لا يشري لا بقعه لا والو ما لقاوهاش يعني المافيا مافيا يعني ومع ذلك ومع ذلك هاد الناس غادي يبقاو يمشيو تما وغادي يتسرقوا وغادي يتغتصبوا وغادي يتهانوا لان بلادهم طبيعة الحال ولكن انا كنقول الى قطعوا الى قطعوا غير داك البلاد واحد العام عام واحد حنا تنطلبوا هي عام واحد عام واحد ما يهبطوش يقطعوهم هذيك اكبر عمليه احتجاجيه راه هما عايشين بداك بداك العمله الصعبه اللي كيدخلو هاد الناس هاد راه بها كيشريو القصور بها كيشريو المجوهرات في الشونزيليزي بيها كي كي بها كي كيخلصو لوطيلات بهاديك العمله اللي كدوز ديريكتومون الحسابات ديالو وإحنا ضروري نذكروا بهاد المسائل ويعني كنظن انا تعرضنا طرقنا لشي نقاط بما فيها الاهميه النقطه الاهميه وهي كما قلت لكم القرار ديال الناتو يعني الحلف الاطلسي يعني داك هنا كي هنا كتجي هنا كيجينا الجواب على داك الـ داك الـ داك السكوندال اللي داروا يعني داك داك العباس ديال اللي يلوح الناس في البحار هنا 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 بان هنا بان الجواب يعني كانوا بغالي يوصلوا لهذه النتيجة هذه هادشي اللي كان قدر نفهم أنا في حدود حدود المعلومات اللي عندي قدر نغلط نقدر مهم أنا كان ظن كانت هذه ميزون سين باش باش ياخذوا هذا القرار و... ومرة الجاية غيكون أدنى هجوم يقدروا يدخلوا تما كاينه راهم داخلين راهم داخلين مش عاد غيدخلوا وحنا احنا خارجين حنا احنا مجليين مجليين من بلادنا ومهجرين أدينا الثمن غالي مشاتنا مشاتنا الاملاك ديالنا نظرا للمواقف ديالنا لاننا ما كانت لاننا ما بغينا شيء نمسحو الكبا كما كي كيقول تكسيد السيد وحنا كنديو الثمن ومع ذلك كاين الكلاب الضالة اللي كيخرجوا اوكي مازال يسبوك ويتهموك ويخونوك ويقولوا لك الا ما خرجتيش معنا راك خائن ولا يهضروا لك في الاعراض ديالك وهادو هادو هما هادو هما الناس اللي كيشوهوا النضال وهضرنا في هذا هذا للاسف وهاد الناس راه خدامين عن قصد او بدونه احنا ضروري نذكروا بهاد المسائل هادي اللي ما عنده شي شي تكوين واللي ما عنده شي, شي معرفه واللي ما عنده شي, شي اخلاق من الاحسن هيري سكوت يدير خير فراسو لان كنعطيو غير لوكازيون الفرصه بحال هاد ابواق المخزن باش يخرجوا يسبونا ويسبوا المعارضه ويقول لك ما معارضه وفعلا ما كايناش معارضه وللاسف ما كايناش هاد الناس هادو راهم خدامين خد بلا خدامين خد مع داك النظام وما ما في صالحهمش قاعد يطيح هذاك العميل لو كان الى طاح ما غادي ينقص عليهم يعني ينقص عليهم المدخول شكرا على هذه المتابعه تحيه نضاليه عاش الشعب تحيه الجمهوريه المغربيه ولتسقط العصابه الملكيه والى اللقاء تحياتي شكرا